بعد ما كانت مصر اللي تصدر لإسرائيل، الآن سرقوا الغاز الفلسطيني لأنها أرض محتلة، سرقوا غاز فلسطين وصاروا يصدروا لمصر. طبعا هذا شيء معيب ومخزي لإخواننا المصريين، أشقائنا المصريين وللساس المصريين. بدل ما إنهم يحافظون على الغاز هاي، على الغاز الفلسطيني، ويرفضوا هذه الاتفاقية وحاولوا إنهم يرجعونا الغاز، لأنه هذا أرض محتلة وهذا الغاز مسروق من فلسطين. فكيف يعني إنها الحكومة المصرية الآن بتوافق على إنها تستورد غاز مسروق؟ مثل ما باعوا صنافير، بيعتبروا إنه صنافير الجزيرتين باعوهن، حتى بدهم يبيعوا فلسطين؟ وهذا إشي ما بنقبل فيه، ولا الشعب المصري الشقيق بيقبل فيه. مصر من أكبر الدول العربية الموجودة في المنطقة، ومصر ممكن يعني من بداية الأساس كانت خطة مصر إنها تستورد الغاز من دول برا وتعود تصدره كمان مرة للدول الخارجية. بس لما تلف الدنيا وترجع مصر يصير الغاز يستورد من إسرائيل إلى مصر، هاي بعتبرها إهانة للشعوب العربية في النهاية. يعني مش بس كتطبيع، حتى في عملية إثبات الوجود في المنطقة. هيك بالعكس، مجهود سنين ومجهود جيش مصري كبير وجيش عربي كبير، الجيش المصري راح في الحديد. الغاز هذا غاز فلسطيني وغاز مصري، فغاز مسروق، هذا محتل، وعواقبه لسه وتبعياته اكبر واسوأ من التطبيع، وعواقبه وخيمة. وخاصة نفس الشيء برضو الاردن تستورد جديد، وهي في حملات على الاردن على الموضوع، والموضوع كثير خطير جدا. يعني يعني هذا مرفوض رفضا باتا قاطعا من قبلنا احنا كفلسطينيين. غازنا اصلا وسرق منا بالاكراه. يعني انت لما تاخذ من العدو وتشجعه اقتصاديا، فانت قويته عسكريا، قويته سياسيا، قويته امام العالم، وكانه اصبح الحق له في هذا الموضوع. يجب على دولة مصر الشقيقة انها ما تتعامل بهاي المسألة، مسألة غاز او غير غاز، او مسألة تصدير واستيراد. لانه اول شيء المفروض دولة مصر الشقيقة توقف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقه من الغاز الطبيعي الموجود ببحر غزة، وبعد هيك تسعى لشراء الغاز الفلسطيني بنفسها مباشرة دون اللجوء للاحتلال. هلأ بتعرف يعني بيحكوا انه هذا ممكن في اتفاقيات سلام بين مصر واسرائيل، هذا لا يعني انه مصر تشتري شيء مسروق من الشعب الفلسطيني.